Mais Non. Anna, quand je l'ai demandé, on m'a demandé 8,5 millions d'euros. On dirait qu'il postulait un ballon d'or européen. Je veux dire, c'est Sochaux qui a capoté son transfert à Marseille. Les clubs le voulaient, bout de bout. Mais Sochaux, de fait, c'est lié à la prolongation, parce qu'il a 8,5 Marseille. C'était sa prolongation. S'il n'avait pas prolongé, il serait déjà à l'Olympique de Marseille. هذه نعرفوها مليح، ولكن فيه يعني تلاعبات فيما يخص الانتقالات الكل يعرفها. نظن انه لما بودبوز يتكلم عليه بهذه الطريقه انيغو ماهوش راهوش يوسخ في بودبوز، هو يهضر على سوشو. قال لك انا كي رحت نجيبو ديموندا لي 8.5 ولكن هو وباستيان تقليل يقول نوعا ما من قيمة بودبوز على لا، كلامك. او كونترير. لما تعرف انه واحد كيما انيغو خبير في الرياضه في فرنسا، ولو يعني اللي عنده الى يعني جروند كوليسونس في الفوتبول الفرنسي وفي المارشي الفرنسي، فعلا لما يقول لك انه بودبوز العام اللي فات دوموندا ولي فيها بزاف، ربما هو كان رايح حتى لاربعه او خمسه لما تكلم على كان ثمانيه. في اوج اذا عطاؤه لانه اختلف كان يعطيك المستوى، صح، النيفو الكل تاع يعرف. بودبوز. انيجو صرح وقال في جميع المناسبات انه حايب يدي بودبوز قبل قدير، صرحها فعلا وقالها ماشي مره ماشي زوج. ولكن تعرف حكيم، هناك البعض يتكلم يقول لك فيها عروض وهميه. العروض الوهميه ربما في ذهنيات البعض، لانه لما انت يعني تسمع كاين هناك عروض رسمية من ويست هام، الجيش نعم القطري، نعم وأيضا حتى من إسبانيا ولكن مثلا. احنا نبالغ. نعم، في حتى في سي سي في كانت ربما حايبه تديه، ولكن نظن لما تقرا في الصحف حكيم، انت في الصحافه تعرف مليح، لما نقراو الديلي ميل، لما نقراو يعني صحف كيما ليكيب كيما فرانس فوتبول، فعلا فعلا يعني لما يتكلموا عليه يقول لك بودبوز انونسي الانتر، انت هنا واذا عندك لا سورس باش تتكلم بهذا الاخر تقول باللي راه انونسي في الانتر، الله يبارك اكتب وتكلم صح، ولا ما عندكش لا سورس على بالسيف عليك، تعرف انه بالسيف عليك تتبع واش راهم يقولوا نعم الصحافه المختصه. فعلا. سيد حموش، البعض يقول ان رياض بودبوز لو انتقل الى نادي كبير في انجلترا او حتى في فرنسا مع النادي مثلا مارسيليا، يقول انه كان سيجبر حاليلوزيتش بطريقه اخرى، يجبر بين قوسين على استدعائه مره اخرى، لانه سيكون هناك مرحله من الغضب، فتره من الغضب على حاليلوزيتش في حاله ما لو لم يستدعه واللاعب اوج عطائه. ماذا تقول في ذلك؟ انا كتقني وكمدرب انا نقول الاحترام للناخب الوطني في خياراته على كل حال. نعم. حتى ممكن حتى وراح للنادي كبير ممكن ما ياخذوش، ممكن ياخذوش، وهذا احنا نحترمه، لكن يتحمل، نقول نحترمه خياراته ولكن يتحمل مسؤوليته طبعا في حالة هذه. سعيد حموش، اسمح لي اقاطعك فقط حكيم، سامحني. نعم تفضل. لما اذا كان انت كتقني نعم وكان تكون في مدرب وطني ويلعب في باستيا ويدير لقاءات كبيره ويكون في اوج عطاه في باستيا، اسكو فريمون هذا هو السؤال. لو كريتير دو سيليكسيون سي لو كلوب ولا لي بيرفورمانس؟ ستجبر هذه هي. نعم هذه هي. اللاعب لما يعاود يرجع لمستواه كما يقول يدقدق على الباب تاع المنتخب الوطني. نعم، في اخر ساعه الميركاتو في اوروبا تنقل غديورا الى كريستال بالاس، انتقال كان مفاجئا للكثيرين على اعتبار ان غديورا صرح قبل فترة من انتقاله أنه سعيد جدا في نوتنغهام فورست وسيلعب معه الصعود. في مفاجأة، ما هي الأمور التي لعبت على انتقال غديورا إلى نادي كريستال بالاس الذي ينشط في القسم الممتاز الإنجليزي؟ وبقيمة يعني محترمة 4 نعم. مليون أورو تقريبا. نقول نعم، نقدر نقول أنه اللاعب قاعد الآن غديورا عنده تجربة كبيرة في إنجلترا الآن في البريمير ليج والتشامبيونشيب كذلك. نظن نعم. أنه عدلان غديورا كان مطلوب منذ فترة قليلة منذ فترة طويلة من الأندية البريمير ليج، كانت يعني هول سيتي وكان كريستال بالاس، يعني ربما هذا الأندية اللي شافوه يلعب واللي لعب معاهم العام اللي فات ولا لعب كونتر عليهم جو دير في لا تشامبيونشيب كي كان في نوتنغهام فورست كونتر كريستال بالاس، باسكو يخفرش كريستال بالاس الوافد الجديد في البريمير ليج. دونك نظن أنه إذا كانت يعني هناك اتصالات إلى آخر دقيقة، عدلان قديورة كان على علم بذلك وتحدث وقال يعني مون سوي سي دو فير اون اكسيسيون افيك نوتنغهام، مي جو نيكارت با ان ديبار باسكو سا ديبوندي با دو لوي اوسي. ماشي هو ما خفالكش حكيم انه اللاعب لما يكون في فريق يعني عنده ان كونترا حتى 2016، اذا كان النادي جاه عرض اللي ربما ما يزيدش يجيه اللاعب في عمر قديوره راح يتفاوض معاه وراح يدير له مام امبريسيون باش يروح. سوشو باش حاوزت بودبوز باش دفعاته للباب بودبوز، قالت له عندك الديبار ولا السيافة، يعني تلعب كيما غلام، قالوا له يا تروح يا تروح السيافة. فريق الاحتياطي. نعم، وهذا الناس ربما بعض الناس كيفاش لاعب
دو ماتش كونسيكوتيف ربح دو ماتش دو كونسيكوتيف تيتولار ومن بعد تنحى ومن بعد تيكارتا. نعم. علاش تنحى وتيكارتا؟ سوني با بارابور ان شوا سبورتيف. سي جوستومون بور فافوريزي سون ديبار دون لي ديرنيير زور دو ميركاتو وهذا مسرى. نعم من الناحية الإيجابية سيد حموش من الناحية العملية يعني بالنسبة لتنقل غديورا إلى نادي كريستال بالاس أعتقد أنه الكثير يشاطر الرأي بأنه أمر إيجابي أن يتنقل اللاعب إلى نادي في القسم الممتاز ليفيد المنتخب الوطني بطريقة أخرى. يعني شوف كل لاعب يلعب الآن لاعب محترف يلعب في القسم الممتاز راح يكون شيء إيجابي. ما هي الأمور اللي يجلبها سعيد حموش لاعب يتنقل إلى فريق كبير؟ ما هي الأمور اللي يجلبها إلى أي منتخب إلى منتخبها؟ على كل حال الحاجة الأولى هي يختلف الدرجة الثانية والدرجة الممتازة تختلف. نعم. نعم. رتم المباراة تراه يكون عالي. كما يقول لك المباراة الحاسمة من ما هيش نفسها كما المباراة تاع القسم الوطني القسم الثاني عفوا. نقول الشيء الثاني هو الشيء اللي يجلبه هي الخبرة هو اللي راح يكسبها في الممتاز. نعم. وراح يوظفها مع المجموعة اللي يلعب فيها في المنتخب الوطني. نعم. هذا الشيء كله راح يساعد المنتخب الوطني. إضافة إلى ذلك الثقة لا كونفيونس دون لو جو لا سيرينيتي في الانضباط التكتيكي اللي راح ربما فيه يعني لاعبين يعني يستوعبوا يعني بطريقة سريعة وبعض الآخر لا فيما. نعم. يخص الانضباط التكتيكي راح يكون يعني عنده ربما لما تلعب على عند المدرب كارانييري او كوالتير ماتزاري راح تكون عندك نظره اخرى ونظره يعني ايجابيه فيما يخص جميل البوزيشنمون في التيران. عموما ابقى معك لاتحدث عن بامر اخر امر يتحدث البعض انه سلبي فشل انتقال يعني فوزي غلام الى نادي تورينو او حتى النوادي التي تحدث عنها البعض وبقائه مع فريقه أجبره على اللعب في القسم الثاني قسم الفريق الرديف الفريق الثاني الذي سيلعب في نادي الهوات. صعب جدا على غلام في هذه الوضعية حكيم صعب جدا وهذا لأنه تأسفت وهذا رأي شخصي يعني. نعم نعم نعم. نظن أنه اللاعب الآن il a besoin du soutien de tout le monde c'est-à-dire il aurait peut-être pu mériter un coup de fil قال يا فوزي on compte sur toi on n'a pas fait appel à toi pour ce match mais tu dois travailler reprendre ta place ورانا تاكلين عليك لانه ما يخفالكش كونت سي لا شوازي لاجيري اللي تي انترناسيونال اسبوار فرونسي دونك المدربين الفرنسيين نحبوا ولا نكرهوا كونت اوني الجيريان نقولها ونعاودها اي جاسوم كونت اوني الجيريان دون ان شامبيونا ايترونجي اي سورتو ان فرانس لازم تبين ثلاث مرات على اللاعب الفرنسي او اكثر هذه معروفه لا لوا دي كوطا نوزا ابري بوكو دو شوز علمتنا بزاف هذه تاع لي كوطا حكيم اذا لما تشوف انت الي طون كونكورونس مع بريزون لي الي 3 فوا انفيريور ا غولام سي مون بوين دو فيو بعد ما شفت ساتيتيان نقدروا نشوفوا ساتيتيان شاك سيمين دونك اسنك وي نعم حكيم عموما معذره على المقاطعه ما هي الامور اللي بالضبط خلات نادي سانتيتيان ينزعج بهذه الطريقه من فوز غلام اللي كان من بين ابرز لاعبيه في الفتره الاخيره قبل تنقله مع المنتخب الى بطوله كاس افريقيا والله انا لم اجد بحثت ولم اجد اي مبرر اخر فوز غلام تيتولار انديسكوتاب في سانتيتيان كريستوف غالتي يهدر معاه يقول له نسحقك ما تروحش كوب دافريك بكري ما تروحش دير لا بريباراسيون بكري مع اصحابك عندنا ماتش كوب دو لا ليغ وعندنا 3 ماتش امبورطون في الشامبيونه فوزي غلام في لا سور دوغي يحكم الكابا تاعو ويروح ليكيب ناسيونال تعتقد ان الامور بدات مشاكل من هنا بدات من هنا وكريستوف غالتي قالها قال لك لما كنا نحتاج غلام اختار الفريق الوطني وتقدر تدخل الانترنت تصيبها نعم نعم الان على غلام بيجيب بلاستو je ne peux pas lui garantir une place de titulaire personne ne garantit une place de titulaire mais غلام c'est un joueur performant وهذا ما صار له في الفريق الوطني راه حتى مقابلات الوديه في جنوب افريقيا كان يلعب ديبري بدو ماتش على كل حتى المقابله نعم. نظن حكيم اسمح لي الماتش تاع البنين ناكد يعني شفنا ان بون غولام سور الكولوار غوش مي ابري لا ديسباري لا سيركيلاسيون اون فا با ندير كو غولام نافي با دو طون دو جو كونسيكون ميم لي تيتولار كي ايتي دون سيت ايكيب ناسيونال نافي با دو طون دو جو كونسيكون حنا ما راناش ندافعوا على اللاعب كشخص راه ندافعوا على لاعب قادر يمد 10 سنين الفريق الوطني يشتغل له يبقى باب مفتوح امامه لانه لو يتعلق مع الفريق الرديف ممكن جدا يعاود يرجع الى الفريق الاول شوف حاليلوزيتش ما عندوش خيار اخر لما يشوف لاعب راح جابوه له ولا جابوه هو ليكيب ناسيونال باش يكون ان جوار دافنير مش راح يغلق عليه الباب خاصه نعرف انه فوزي غلام سي تان جوار يعني لي كي فو
فريمون ايفولي دون ان كادر وين يقدر يكون تيتولار في ليكيب ناسيونال. وهذا جميل. ربما لهذه الاسباب يا حكيم لا. يعني ربما ما قدرش يروح من سانت اتيان. ما يخفلكش انه سانت اتيان قالوا له تروح لتورينو ولا ما كاش الاستفاده الماليه يعني تدخل هي مساله ماليه. حتى البريزيدون انا قريت في صحف ايطاليه رئيس نادي رياضي لتورينو قال غلام يريد اللعب عندنا ولكن فريقه راهو يبلوكي فيه. جميل. يعني تضارب المعلومات. نعم سي سعيد حموش نبقوا مع اللاعبين الجزائريين. نتحدث عن فشل انتقال جمال مصباح من نادي بارما إلى نادي سامدوريا، وإن كان البقاء في بارما ممكن سيفيده يعني حتى بارما فريق المحترم. سنتحدث أيضا عن أيضا أزمة رفيق جبور، أزمة فعلا لأنه رفيق جبور معلق لدى فريق أولمبياكوس لأنه مدرب الإسباني يرفض إعادته للفريق الأول، وحتى اسمه غير متواجد مومن في القائمة الرسمية لأولمبياكوس. أزمة كبيرة. نتحدث البداية مع على جمال مصباح، ما رأيك في فشل انتقاله؟ أعتقد أنه أمر ليس سلبيا. ليس سلبيا، بارما فريق عنده عنده كما يقول لك اسم كبير طبعا. بارما وزيدنا هذا ماهوش في البطولة الإيطالية، نقول لك كان 7 نوادي 8 كلهم راح ينافسوا على الـ على الـ على البطولة. اسمح لي ماشي نقاطعك، أنا كي نلعب في بارما نلعب في الإنتر نلعب برشلونة نلعب في ريال مدريد أنا نحب نكون كومبيتيتيف. Je veux des joueurs compétitifs parce que si tu vas compter sur des joueurs يلعبوا في الانتر وقاعدين في البنك اسك تقدر توظفهم سي سعيد في المنتخب الوطني؟ ولكن شوف انا نقول لك على كل حال ماهوش سهل باش تلعب في الانتر، ماهوش سهل باش تلعب في الانتر.